أصحابي الحلوين، النهاردة هنبدأ لعبة جديدة من ألعاب تلبيس البنات. دلوقتي هنختار عروسة ونحط لها مكياج ونبدأ نشوف ايه المناسب للهدوم. يلا نبدأ مع المكياج. أول حاجة نختار اللون البربر عشان أنا اخترت فستان بربر تلبسه. حط على عينيها اللون البربر. جميلة. دلوقتي هنختار نحط على وشها لون بربر عشان برضو يليق مع الفستان. واو، ايه الحلاوة دي. ويلا بينا نختار عينيها، يبقى شكلها ايه؟ حط دي، لا دي، برضو لا دي، لا. جميلة دي ودي جميلة. واو دي حلوة. خلاص دي حلوة. نختار لون العينين، هنختار اللون البنفسجي اللي هو البربل عشان برضو لون الفستان. طب اختار ده ولا ده؟ ده حلو. يلا على الحواجب، نختار لون الحاجب وشكل الحاجب. اختار ايه. واو ده حلو. يلا على الشفايف، اختار البربل ده جميل. طيب في لون تاني بربل بس فاتح؟ لا 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 ده بينك. طب نختار نشوف التالت. واو برضو جميل، بس الاول كان احلى. ايوه هو ده. تعالوا نشوف الشعر، لا مش حلو. طب نغير. واو جميل ده حلو. طب ده لا ده حلو. ده تعالوا نشوف الحلق، نختار البربر عشان الفستان والعقد كمان. نختار البربر. واو جميلة. الأسويرة فيونكة ولونها بربر. تعالوا نشوف الشنطة، لا مش لايقة. دي جميلة، لا دي مش حلوة. نرجع. ايوه البينك مع البربل. احنا اخترنا الفستان البربل بس هنفرجكوا على بقية الفساتين. احنا في الحلقة الجاية ان شاء الله هنعمل فساتين تانية ونلبسها ونحط لها ميك اب تاني. واو جميلة. شفتوا الجزمة؟ شفتوا ألوان الجزمة؟ كل ده بس مش هيليق معاها غير ايه؟